هادو انواع ديال المقبلات، كنديرهم بالخبز ديال الطوست، كيجيو رائعين لا في المنظر ولا في المذاق وغير مكلفين. تبعوا معايا الفيديو وتشوفوا الطريقة، سهلة ما فيهمش حتى شي حاجة اللي صعيبة، وكيجيو في المنظر هما كما كتشوفوا كيجيو في المنظر زوينين. مرحبا بكم، فيديو جديد وصفه جديده في شهيوات السباعي. الفيديو اليوم غادي نحضر فيه مقبلات. هاد المقبلات كنحتاجوهم فهاد الشهر المبارك في الطبله ديال الفطور، كيبغيوهم الصغار والكبار. باش غادي نحضرهم لهاد الخبز ديال الطوست، كاين لي كومبلي وكاين العادي، انا فضلت ندير هاد العادي. هذا كما كتشوفوا غادي نقطعهم بهاد المرشم هذا. غادي نبقى على هاد الشيء هكا كنقطع القياس اللي غادي نحتاج، والقطاعه راه كل واحد وكيفاش غادي يدير القطاعه المرشم باش غادي يقطعهم، على شكل قليبات على شكل دوائر بحال هكا، لا كل واحد وكيفاش بغاهم، ماشي بالضروره يكون هاد المرشم اللي داير. النوع الاول ديال المقبلات، بعد ما ساليت الطوست في التقطاع غادي نحتاج ندهنو بهاد الجبن طري اللي كان سبق لي في واحد الفيديو حضرتو. هاد الجبن هذا على فكره راه كنت دايره فيه ثومه غبره وشويه ديال الزعتر، ولكن السيدات يمكن لهم ينسموه باي حاجه بغاو. ودابا ملي بغيت ندهن به هاد الخبز زدت فيه واحد المعلقه ديال لاكريم فخيش باش يجي رطب. شوفوا ها هو راه جا مطلوق. دابا غادي نبدا ندهن به هاد الخبز ديال الطوس. كنخليه شويه هكا باش ملي نبغي ندير فيه هذوك الفجل غادي يجيني قابط. خليه شويه عالي فيه هذا الجبن. هذا الفجل كما كتشوفوا فيه هذا اللي باش غادي نزوقهم، هذا الكبار البلدي، هذا تيكون فوقته كنرقدوه في الملحه، كنديروا ليه الملحه والماء كيترقد. هاد الفجل كيكون على هاد الشكل دوائر مقادين، كنقطعوهم هكا دوائر مقادين، وكنقبط الدائره كنقسمها على جوج، وحده كنقسمها من هنا، الثانيه كنقسمها من هنا، وحده من الفوق وحده من التحت، هذه من التحت وهذه من الفوق، كنركب وحده في وحده. ها هو الشكل ديالهم كيجي هكا. سمحوا لي هذه التهرسات. هذا غادي نعاود، انتما كما كتشوفوا وحده من الفوق وحده من التحت. انا درت وحده، كندير لهم هكا كنرصيهم، كندير الكبار وحده من هنا وحده من هنا، كنزوقوهم حتى العين كتاكل. دابا غادي نبدا الشكل الثاني ديال المقبله. غادي نحتاج ليه فرماج مثلثات، انا غادي ندهن به كما درت في الاول. الاول دهنته بالجبن، ولكن هذا دهنته بفرماج مثلثات، ولكن السيدات يمكن لهم يبدلوا هذا الفرماج، يقدروا يديروا فرماج خور، يقدروا يديروا الفرماج الحار، يقدروا. انا درت هذا الفرماج مثلثات ولكن عادي ماشي حار. دابا غادي ندير الكاشير. هذا الكاشير قطعته بهذا المرشم باش قطعت طوست، هذا باش قطعت، غير كنقطع بالجهه المزوقه. الكاشير هو غادي نديرو هنا،
وغادي نولي تاني ندهنو بهذا الفرماج. غادي ندير عليه هذا الفرماج، فرماج ديال قطعته بهذا المرشم، غادي يجي الشكل ديالهم. هنا كندهن الفرماج كما كتشوفوا، هو ماشي بحال الجبن اللي كنت درت في الاول. هذا الفرماج كنديروه غير رقيق، ما كنديروش غليظ. ها هو كما كتشوفوا الكاشير، هاد المقبلات اللي درت كيصلحوا لينا في الطبلات الفطور، كيجيو في الشكل ديالهم زوينين. وإلا عندنا ضياف ولا كنديروهم كنزوقو بهم المائدة ديال الفطور، وحتى الوليدات كيبغيوهم بهذا الشكل هذا، كيبغيو ياكلوهم. أنا ثاني غادي ندير الفرماج الآخر. حبيبات ديال الزيتون كحل، دابا المقبلات الثالثة غادي نحتاج ليها الطون، يبقى بالزيت ديالو. غادي نحلو شوية بالمعلقة، هاكا حتى يتحل. عندي هنايا جوج بيضات سلقتهم، حيت الصفر هو هذا، تا هو حليتو بالمعلقة. غادي نزيدو على هاد الطون، غادي نتا هو نحلو مزيان مع هاد الطون يتحل باش يندمج معاه. دابا البيضات اللي قلت لكم سلقت في الصفار هما هادو البيض ديالهم، البيض قطعتو رقيق كما كتشوفو، قطعتو بالموس رقيق، تقطقتو مزيان بالموس باش يجيني هكا رقيق. حتى هو غادي نخلطو مع هاد الطون والصفار. هذا دابا غادي غير نحركو، ما غاديش غير تخلط معاه. عندي هنا لا مايونيز، انا حضرتها، ولا الاخوات كانوا بغاو يشوفوا الفيديو ديالها يديروها لي تعليق ويشوفوا الفيديو ديال المايونيز، حضرتها انا في الدار. دابا هكا حركتها مزيان، غادي نبقى ندهن. كنشكر اخوان اللي كيتبعوا القناه على التعليقات ديالهم وعلى المتابعه، كنشكركم بزاف. واي حاجه درتوها لي في التعليق انا كنتقبلها على راسي وعينيا، وكنتمنى هادشي اللي كندير الا كيعجبكم قولوها لي باش نتبع فيه. هكا تنبقى هكا تنعمر فيهم حيت نديرهم شويه عامرين، ماشي هذا دابا كيكون شويه طالع مقبب. وهاد النوع من المقبلات غادي نزينو بالسانوج وبهاد الشتبات ديال البسباس حتى نعاودو ان شاء الله نطلق. هاهما المقبلات في طبق التقديم كما كتشوفوا، راه كيجيو زوينين كما سبق لي وقلت لكم، لا في المنظر ولا في المذاق.
وغير مكلفين. اللي عجبته هاد الطريقة في التحضير ديالهم يدير جيم، واللي عاد اكتشف القناة يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. وبالصحة والراحة إلى فيديو مقبل إن شاء الله.